عملية تجميع كبيرة بتقوم فيها عملة لونا كلاسيك، وأخبار جديدة لازم تسمع إذا كنت مستثمر بهي العملة. صديقي، إذا كنت بتفضل صفقة استثمارية وضخمة مرتبها أكثر من 500%، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو، راسلني لتحصل على هاي الصفقة. منصة كوكوين ومنصة MEXC رح يدعموا ترقية شبكة لونا كلاسيك حتى تتطور رسوم الشبكة بزيادة 500%. عملية تجميع حاليا بعملة لونا كلاسيك ما دمنا محافظين على مناطق 0.17 أو 18، فعملة لونا كلاسيك متماسكة بهي المناطق حاليا. مجهود الحرق ضاعف على العملة، ويوميا رح يتم حرق 23 مليار. من يوم امس لليوم زاد العدد بمقدار 3 مليار. باقي شهر و13 يوم على حرق منصة باينانس. رح تحرق منصة باينانس بواحد مارس. طبعا نسبة الحرق رح تكون 1%. 50% رح تروح لفريق التطوير و50% رح يتم حرقه. عملة لونا كلاسيك اصبحت مدرجة على كوين تيركس، منصة للتداول الجديدة رح تدعم هاي العملة. اذا قدمنا انطلاق عملة لونا كلاسيك ما دامت متماسكة بهاي الاسعار بزيادة عملية الحرق، اضافات جديدة ومواقع جديدة رح تدعم هاي العملة. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد. صديقي، اذا كنت بتفضل صفقة استثمارية ضخمة مرتبها اكثر من 500%، راسلني على الرابط اللي باسفل الفيديو.